كنت أقرأ في البداية والنهاية لابن كثير. يا سلام، كنت أقرأ فيها قصة سلام عمر رضي الله عنه. يا قصة الله، سلام عمر من أعجب القصص. عمر بن الخطاب كانوا يسمونه ابن أم حنتمه، وحنتمه هي أمه. ايه وكانت العرب يعني إذا تبغى تمدح واحد تدعي بأمه، يا فلان ابن فلان. إيه، ومن ذلك قول حسان: أبناء جفنة عند قبر أميهم ولا ينشدون عن السواد المقبل، وهو يا يقصد سلام، الغساسنة. يا سلام، وعمر بن الخطاب دخل نادي قريش اللي هو مجلس قريش، وهو صغير حدث السن، دخل عمره 26 سنة، تنازل له أبوه عن مشيخة حدي اللي هم ربعه، ودخل النادي. وكان من أشد الناس عداء للنبي صلى الله عليه اللهم وسلم، صل وسلم وسلم. لكن هو كان صاحب مبدأ في الجاهلية وفي الإسلام. هو كان مبدأه ألا تفترق عصبة قريش، سلام، وإن الإسلام هذا هو اللي فرق قريش، جعل في فرقتين في قريش وفرقتين في مكة، وقد كانت الحمية. إيه؟ هو ما هو زي عتبة بن ربيعة مثلا، ولا أبو الحكم بن هشام اللي هو أبو جهل. أبو جهل كان يقول: والله إني أعلم أن محمدا صادق، ولكن كنا وبنو عبدي مناف نتنافس الشرف والسيادة، أطعموا فأطعمنا، وسقوا فسقينا، ورفدوا فأرفدنا، حتى إذا جلس الرجل منا والرجل منهم تساووا بالركب، وكنا كفرسي رهان. ويجون دحين يقولون منا نبي، منين نجيب لهم نبي من بني مخزوم؟ وهو من بني مخزوم. إيه، لذلك والله لا أصدقه أبدا. فهذا كان سبب العداء، وهذا دليل أنك لا تأخذ كل عزة بالإثم. وكان خاله عمر أخواله بني مخزوم، وخاله الواقف أبو الحكم بن هشام، واسمه عمرو ابن هشام اللي هو ابو جهل. ابو جهل. وكان النبي صلى الله عليه ولا وسلم ولا تجمل في ولد خوه. اي نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم، روى عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اهدي الى الاسلام احب الرجلين اليك، او احد العمرين، او احد العمرين اليك، في روايه اللي هو عمر بن الخطاب وعمر بن هشام. اختلفوا، ثم يوم وصلت حدها قال عمر بن الخطاب: انا بروح اتوشح سيفي واخترط محمد بالسيف اذبحه، وبسلم نفسي بني هاشم، ورجال برجال شوف الشجاعة. اي هو يصلحون الرجيجي خلاص، يبغى ينهي الفتنة، نسميها ايه فتنة. اي نعم، يبغى يجمع قبائل. اي نعم. توشح سيفه وطلع، وهو في الطريق يزبد ويرعد، الى ان وصل بدو قريب من 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 بيت النبي صلى الله عليه وسلم، او من دار الارقم ابن ابي الارقم عشان اكون واضح. فوجده رجل من بني سهم، وقال له: يا عمر، الى اين انت ذاهب؟ قال: ذاهب حتى اخترط محمد بالسيف. قال: أو ترى بنو عبدي مناف يتركونك؟ ايه. قال: أنا ما أبغاهم يتركوني، أنا بذبح الرجال وبروح لهم يذبحوني بي. شف. ونصلح. قال: أقم أمر بيتك أولا، فإن فاطمة بنت الخطاب قد آمنت. الله. شف. بنته. أخته قد صبعت. يقول آمنت أو صبعت. ديور ودق الباب عليها. فإذا هم يقرؤون سورة طه. 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 وعندهم صحابي يقرأ عليهم اسمه خباب. خباب هذا كان من موالي خباب بن الأرت. إيه؟ من الأرت. نعم. إيه؟ كان من موالي بني عدي، والمولى هو اللي نزح من قبيلة ثانية واستجار فيها هؤلاء، فأصبح يعني يخدمهم أو يرعى إبلهم أو غنمهم. فتحوا له الباب، قال: أنا أسمع تمتمة عندكم، وش أنتم تسوون؟ قالوا: ما نسوي شيء. قال: لا أسلمتم. فرفع زوجها اللي هو ولد عمها الواقف، وضربه في الأرض، وقام يضربه. حيدعين الله يا عمر. إيه، كان جبار، كان يضربه عشان أسلم. تعالي يا اختي، تبعد ابعد يا كافر، ابعد يا اللي فيك، ابعدي ما يخطيك، ابعد من زوجي. فدقها كوعه في فمها، فنزل الدم. يوم نزل الدم استحى، فسكت اختي. إيه، استحى. شوف الرجل. هذا دليل على الرجل. لذلك يقول ترى في قاعده يا ابو عبد الله يمكن تعرفه، يقولون انه الرجال، ترى الرجال في الاصل ما يضرب المراه، صدق. إيه، يهجرها، يتفهم معها، يعني فيها اكثر من اسلوب للتعامل، او لينك تبين زعلك او تبين ما في خاطرك، لكن ما يضرب المراه الا اسوأ الرجال، الضعيف وقل الرجال، صدق. كل يضربها، صدق. ولا كان ضرب النبي صلى الله عليه وسلم، كان عمر بن الخطاب هم ضرب اخته وهو كافر، استعوذ خجل. ايوه. ثم قال: اقرأوا علي ما قرأته وما كنت تقرؤون. قالوا: والله ما نقرأ عليك كفر. قال: ويحك، قد وقع في نفسي ما سمحت. الله، شوف يا اخي شرح الله صدره. فقرأت عليه سورة طه، وهذا موقف مبكي. فقال: اذهبوا بي الى رسول الله. الله اكبر، دخل ايمان قلبه يا اخي. وعمر بن الخطاب كان من اكبر الرجال جسدا، فيقال انه اذا ركب على الفرس خطت رجله. حي والله ذا العائل. كانوا يلقبونه بسفير قريش،
ومصارعها ومنافرها إذا فاخرت. راح ودق الباب على الدار الأرقم بالأرقم. فقال النبي: من بالباب؟ قال: عمار بن ياسر. هذا يا رسول الله عمر بن الخطاب جاء متوجها سيفه. قال: افتح له. النبي صلى الله عليه وسلم ترى ما هو جبان. لا والله ما بجبان، لا والله شجيع. أشجع شيخ الشجاع. أشجع خليقة الله. أشجع سيد ولد آدم أشجع. إيه وأقواهم. اللهم صل وسلم. أقواهم جسدا. فتح الباب وأنه خطرت عمر على قوة عمر وأنه يرفع على العمود. قال: أما أنا لك يا عمر. الله. قال: جئتك يا نبي الله. بل الآن. بل الآن وأسلم. على انه يعني بيكتب اسلامه مثل باقي الصحابه. لا ما يبغى لك حلال. لا والله عاهدك بالله خاب ثم الضعيف. ما 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 اخلي موقف وقفت فيه اسبك فيه اسبك الا اروح ادافع عنك فيه. يا سلام. راح دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. دق الباب على ابو جهل. قال: اما علمت اني قد اسلمت؟ ودق الباب على وليد بن الوليد ودق الباب على الوليد بن المغيره واخبره. كلهم اخواله. دق الباب على عتبه ثم ظهر في مكه وأعلن إسلامه. وقال عتبة بن أبي ربيعة: هو ترى من أذكى الناس لكن الكبر. والله الكبر دمر الرجال. الكبر هو اللي دمره. لذلك شيء بشيء يذكر يقولون في واحد اسمه الحارث بن كلده كان طبيب وشاعر وكان من ثقيف وكان يدعي عند ثقيف وعند النسوان وعند الشيبان وعند الكبار إنه النبي يبغاهم يعجوا تراني أنا بصير نبي اصبروا علي بصير نبي. يوم طلع النبي صلى الله عليه وسلم جاء ابو سفيان وكان صديق ابو سفيان. قال: فين انت يا ثقفي من النبوه طلعت فينا. قال: اطلعت في عتبه؟ قلنا انسب واحد للنبوه. قال: لا بل في محمد. قال: هو والله انسب منه لكن والله ما سلم به بيعودون يقولون اني كذب ادعي النبوه عمري وتروح لي. صلى الله السلامه. فعتبه بن ربيعه كان يدري النبي صلى الله عليه وسلم صادق الى درجه انه قرا عليه صوره فصلت. فقام عتبه يسكر من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله اني خفت ان تخسف بالارض. الله. طيب هذا انت تدري انه صادق، ايش يمنعك؟ الكبر. ايوه. قال: انا ما ابغى قريش يقولون اني فارقت بني عمي. اعوذ بالله من الفزع. طيب فراح لعمر. راح عمر ودق الباب ثم جلس في مكه عند الكعبه يدعو الى الله سبحانه وتعالى. فاجتمعوا عليه يبغون يضربونه 10 رجال فصرعهم كلهم حتى اتى العاصب ووعد وقال: انا احلاف عدي والله لا يقربن منكم احد عمر بن الخطاب بسوء. إلا مرغت أنفه في التراب. من هنا انطلق الإسلام. الحمد لله. بعد إسلام عمر وحمزة طافوا المسلمين على الكعبة. بعد إسلام عمر وحمزة جاءت الهجرة زالت الدنيا. رجال. عشان كذا بعض الرجال ترى اللي جاء في المكان اللي هو فيه يملاه ويقوي عزوم الرجال ويساعدهم. نعم. الله يجعلنا وأنتم إنك تدي بسيرة عمر وفخر وعثمان وعلي والصحابة أجمعين وعلى سيرة معلمهم صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم. سعدت والله بكم جميعا. لا أخوي فهد ولا أخوي عايض ولا أخوي سالم وأنتم بيضان وجيه اليوم وكل يوم وافروا على ما أنتم عليه وقدموا المحتوى اللي يرضي الله تعالى ثم يرضي جماهيركم وانتم بيضان وجيه. واتمنى يا مشاهدين ان قدمنا ما ينال على استحسانكم. هذه اول تجربه لي ولا دائما اقدم مع الشيبان اليوم مع الشباب بجنوبي. نلتقيكم ان شاء الله كل يوم احنا معكم. الله يعيننا وانتم على صيامه وقيامه.